السلام عليكم، انا عامله الفيديو ده مخصوص علشان اشكر قناه الرؤيه للمعلوميات، لان كان عندي مشكله كبيره جدا في القناه بخصوص الخطوه الثانيه لتفعيل القناه. وطبعا كل اللي عنده قناه عارف الخطوه الثانيه قد ايه صعبه، وكانت على طول قيد المعالجه. بقالي ما يقرب من 3 شهور بعاني ومش عارفه اعمل ايه، مش عارفه احل المشكله اصلا. بسبب كل ده، بسبب ان انا حبيت اضيف القناه على حساب ادسنس بتاع القناه القديمه، فحصل خطأ. وبعد كده عملت إزالة لحساب أدسنس الجديد، بس اتحولت بعدها لقيد المعالجة وما اتغيرتش. حاولت أتواصل مع ناس كتير منهم أصحاب قنوات كبيرة بدون ذكر أسماء، بس ربنا ما وفقنيش، والردود كانت هلامية يعني. وعموما أنا بشكر الجميع، كل واحد ربنا عارف ظروفه يعني. فضلت أبحث وأدور على أي حد يساعدني لغاية لما جبت رقم الأستاذ سامي صاحب قناة الرؤية للمعلوميات، والحقيقة هو الوحيد اللي وافق يساعدني وفضل متابع معايا خطوة بخطوة، والله بدون سابق معرفة، وربنا اللي عالم على ده. وبفضل اللي ربنا قدره إنه يحل لي مشكلتي بعد ما كنت فقدت الأمل نهائي في حلها. الحمد لله النهاردة القناة فعلت، مش بس الخطوة التانية، لو الخطوة التالتة كمان، وخلاص القناة فعلت نهائي. بشكر ربنا في البداية، في أول حاجة لازم بشكر ربنا الحمد لله إنه هو وفقني وهداني للشخص اللي قدر فعلا يساعدني. وأنا لو كنت خطر في بالي الموضوع أستاذ سامي من الأول، والله كان ما كنتش قعدت 3 شهور دول. شكرا لحضرتك مرة تانية، قناة الرؤية للمعلوميات، وشكرا ليكم جميعا. وما تنسوش أولا دعواتكم، ثانيا اضغطوا لايك وسبسكرايب وفعلوا الجرس. شكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.